الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان وكفى بها نعمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الشباب، نواصل الحديث عن العلمانية. فبعد أن بينا مفهومها، وبعد أن بينا أسسها وكذلك نشأتها وأسباب نشأتها في أوروبا، لندرك تماما أنها غدت من مقررات واقعنا الإسلامي، وقلنا إنها قد ابتليت بها الأمة، وغدا المجتمع الإسلامي مليئا بترهاتها وسمومها المدمرة. الآن يقف بنا سؤال يحتاج إلى الجواب: ما الأسباب التي أدت إلى ظهور العلمانية في واقعنا المعيش، في واقعنا الإسلامي، في البيئة الإسلامية؟ هذا ما عقدنا له هذا الدرس، الدرس الثالث من الوحدة الرابعة، الذي يبرز لنا أسباب انتقال العلمانية إلى عالمنا الإسلامي، وذلك في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى سنبرز أولا فيها أسباب انتقال العلمانية إلى العالم الإسلامي، وأخيرا نتبعها بشرح سبب بكل سبب على حدة، حتى تتضح الصورة أمام أبنائنا ومستمعين الكرام. أسباب نشأة أو انتقال العلمانية، إن أسباب انتقال العلمانية إلى العالم الإسلامي كثيرة متعددة، من أهمها وأخطرها انحراف كثير من المسلمين عن العقيدة الصحيحة. نعم، لقد أعطى بعض المسلمين الضوء أخضر أمام تلك الأفكار الهدامة لتلج أبواب الأمة المسلمة يوم أن فهم المسلمون عقيدتهم على عكس ما أراد التشريع. وحينما ينحرف المسلم عن عقيدته يكون نهبة في أيدي تلك الأفكار المدمرة. هذه هي أهم الأسباب. أيضا من أسباب انتقال الاستعمار ذلك أن الأمة الإسلامية قد ابتليت باستعمار عسكري طافح على كل ربوعها، وذلك بعد أن سقطت تركيا كما نعلم في الحرب العالمية، ومن هنا قسمت أراضيها وبلادها إلى أيدي الاستعمار، فتحول هذا الاستعمار للعالم الإسلامي عسكريا إلى أن يغير جلده، فرأينا تلك الأفكار وأوعزوا إلى المسلمين بأفكارهم، فمن هنا فهم المسلمون فكرة العلمانية وآمن بها بعض المسلمين، بل للأسف الشديد غدوا من أهم دعاتها في بيئة الإسلام. كذلك من أهم أسباب انتقال العلمانية إلى العالم الإسلامي الغزو الفكري، ذلك أن الغزو الفكري تابع وقل إن شئت صورة أخرى من صور الاستعمار، إنه الاستعمار الفكري ولا أقول غزو، بل هو استعمار حقيقة، حيث إنه من أخطر ما ابتليت به الأمة، وهذا ما قرره المستعمرون أن يغيروا جلدهم ويغيروا أسبابهم أو وسائلهم كي يسيطروا على العالم الإسلامي، فكانت النتيجة أن آمن المسلمون بهذه الفكرة. كذلك من أهم أسباب انتقالها إلى العالم الإسلامي المستشرقون أنفسهم، ذلك أن هؤلاء المستشرقين قد فهموا الإسلام فهما قويا، واستطاعوا أن يقفوا عليه عقيدة وشريعة ولغة وتاريخا، ومن هنا استطاعوا أن يقدموه للمجتمع الأوروبي بصورة تليق بأفكارهم هم. واليوم الذي قدم فيه المستشرقون الإسلام إلى أوروبا بصورة منحرفة عن واقعها الصحيح، وقدموا الإسلام على أنه مجموعة من الأفكار المتهالكة، ومجموعة من الخلافات الطاحنة، ومجموعة من المذاهب التي أدت إلى تدمير الأمة، استطاعت هنا هذه الفعلة الشنعاء التي قام بها المستشرقون أن يصوروا الإسلام في المجتمع الأوروبي تصويرا خاطئا، ومن هنا عزفوا عن الإسلام فغدوا إلى غزو المسلمين فكريا، وكانت العقلية الذهنية مؤهلة. كذلك استطاع المستشرقون أن يجهزوا ذهنية المسلمين لاستقبال هذا الفكر الجديد. من أهم أسباب انتقال العلمانية كذلك إلى العالم الإسلامي المنصرون، ذلك أن دعاة التنصير عملوا كذلك على غرس قيم العلمانية في مقرراتهم وفي أفكارهم، وللأسف استقطبوا كثيرا من أبناء الأمة المسلمة، فآمنوا بفكرة العلمانية ودعوا إليها في بيئاتهم. كذلك من أهم أسباب انتقالها الأقليات غير المسلمة داخل المجتمعات الإسلامية، إن الإنسان ربما يغير ثوبه أو طعامه أو شرابه أو يغير حياته وعاداته وتقاليده نوعا ما بين عشية وضحاها،
أما أن يغير فكرة فإن ذلك ما يحتاج إلى جهد جهيد ويحتاج إلى وقت طويل. ولذلك الأقليات غير المسلمة تحمل أفكارها الجديدة، ولكنها لا يمكن أن تتحرى عنها منها يوما ما سريعا، بل تسعى إلى نشرها في بيئة المسلمين. فكانت الأقليات سببا من أسباب انتقال العلمانية إلى عالمنا الإسلامي. أيضا من أهم أسباب انتقال العلمانية تقدم الغرب المادي، والمهزوم دوما مولع بتقليد الغالب كما قلنا وكما نقول وكما هو الواقع. المسلمون عندما هزموا عسكريا في كثير من البقاع، والمسلمون عندما وجد من بين عقول أبنائهم من يدعو إلى فكر العلمانية، قدم الغرب على أنه مقدم للحضارة وأنه سر من أسباب التقدم. ومن هنا أوعز كثير من العقول وساجت كثير من الأفكار إلى أن تؤمن بفكرة العلمانية، فانتقلت إلى عالمنا. كذلك من أهم أسباب انتقالها البعثات إلى الخارج. إننا نرسل أبناءنا إلى الخارج ليتعلموا، وللأسف عندما يذهبون إلى هناك فيقومون بفهم الغرب فهما ظاهريا، ولربما تأثروا تأثرا جذريا بما يوحيه إليهم بعض الأساتذة والمشرفين على رسائلهم، ولربما كان بعض المستشرقين ممن يقومون بالإشراف على رسائل أولادنا، وبالتالي يعودون محملين بفكر العلمانية فيدعون إليه في بلادنا، وبذلك ينفذون خطط الغرب بلا أدنى كلفة يقدمها الغرب. ومن هنا انتقلت العلمانية إلى عالمنا الإسلامي. السؤال الذي يطرح نفسه قريبا، ما موقف المسلمين من هذا الفكر؟ ذاك ما ستنبئ عنه الصفحات التالية.